مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الثنائي سيليا وزوجها محمد بن شنات اختاروا أن يفتحوا قلوبهم لمتابعيهم في خاصية سؤال وجواب على السوشيال ميديا، ليتفاجأوا بأسئلة مليئة بالغرابة والدراما والعفوية. وش تجاوب هذا على السؤال الأغرب؟ أراكم متزوجين؟ نكريم. كم عمر كل من سيليا ومحمد مش الناس؟ أنا جيفين سيزان فوصان بيزان. نعم إيه طب صح؟ 30 و إيفا قولي لها مش حال في عمرك. الدراما ما تشكيش فيه بان خداع؟ سيري عندك كلويت؟ والله سيري وشنو كلويت؟ كلويت بتعرف شو كلويت؟ وشنو؟ انت مهبولة كلويت قالك علاش محمد ما يتهوش والله لك السوارة هادية. المزيد من الدراما علاش؟ صاي برد الجدر ولي في راسي من الخميس ان شاء الله نسير بريز من الخميس ان شاء الله. كش نهار تاخدتو قرار طلاق وتراجعتو ودولا لا؟ كل يوم كل يوم ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.